أهلا بحضراتكم من جديد والشموع الحمراء. وزير الدفاع عن تقاليد الأهلي كابتن حسن حمدي، كل سنة وهو طيب. واحد من أعظم الشخصيات اللي ممكن تقابلها سواء في العمل العام أو في الحياة الخاصة. راجل متسق مع ذاته، راجل عنده ثقة عالية جدا في نفسه، راجل واضح، وعايزين نوضح كيف كان واضحا. كل سنة والكابتن حسن حمدي بخير، 50 سنة في خدمة الأهلي وحب الأهلي والدفاع عن تقاليد الأهلي. مش سايبه حسن حمدي، حسن حمدي بيلعبها حلوة ويديها لشريف مدفوع. محمد محمود حمدي إسماعيل الشهير بحسن حمدي، اسم ارتبط دائما بالانتصارات والأفراح، وعرف عنه الالتزام والموضوعية والابتعاد عن الصغائر. هو صاحب السعادة، لاعبا وإداريا ومديرا للكرة وعضوا لمجلس الإدارة ورئيسا. لقبه وزير الدفاع، مهمته حائط الصد الأول عن النادي الأهلي. من مواليد 2 أغسطس عام 1949، يمتد تاريخه مع النادي الأهلي إلى أكثر من 40 عاما منذ التحاقه بفريق الناشئين تحت 14 سنة عام 1962، وتدرج حتى وصل إلى الفريق الأول موسم 1971-1972، ولعب مباراته الأولى أمام دمياط والتي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 5-2. لعب حسن حمدي بقميص النادي الأهلي حوالي 107 مباراة في مسابقة الدوري خلال 6 مواسم، بالإضافة إلى 5 مباريات إفريقية، وكان من الجيل الذي ظهر في المشاركة الإفريقية الأولى للنادي الأهلي في موسم 1976. ورغم التألق وحصد العديد من البطولات، اكتفى حسن حمدي بما قدمه مع النادي الأهلي وأعلن اعتزاله مبكراً وعمره 28 عاما بسبب الإصابة. بعد الاعتزال عمل مديرا للكرة بالنادي الأهلي، لكن حسن حمدي الذي تتلمذ في مدرسة مختار التتش ونال شهادة صالح سليم قاد سفينة الأهلي لبر الأمان. ولعل ما حدث في أزمة عام 1985 وقراره التاريخي بإيقاف 15 لاعبا من نجوم الفريق لمدة شهر أكبر دليل على قوة وشخصية حسن حمدي، بل وطالب بإشراك لاعبين من فريقي 19 عام و21 عام أمام كبار لاعبي الزمالك ليرسخ مقولة الأهلي فوق الجميع ويعلي قيم ومبادئ النادي الأهلي. بعد مشوار طويل في منصب مدير الكرة، حقق الأهلي معه الفوز بدرع الدوري 6 مرات وبكأس مصر 4 مرات، كما حقق معه الأهلي لقبه الإفريقي الأول بالفوز بكأس الأندية أبطال الدوري عام 1982 وأبطال الكؤوس 3 مرات متتالية. بدأ أولى خطواته في المجال الإداري وعين عضواً في مجلس إدارة النادي الأهلي الذي ترأسه صالح سليم في انتخابات عام 1984. وفي انتخابات عام 1992 نجح حسن حمدي في الفوز بمنصب وكيل المجلس، وفي انتخابات عام 1996 حصل حسن حمدي على أعلى أصوات في الانتخابات وفاز بمنصب وكيل مجلس الإدارة. وفي عام 2000 انتخب حسن حمدي نائبا للرئيس وبفارق كبير عن أقرب منافسيه. وبعد رحيل صالح سليم في مايو 2002 لم تجد الجمعية العمومية أفضل من حسن حمدي ليكمل مسيرة المايسترو ليفوز بمقعد رئيس النادي بالتزكية. وفي عام 2004 أعلنت فيها الأغلبية مساندتها لحسن حمدي وقائمته بالكامل لقيادة النادي الأهلي ليواصل تنمية شعبية النادي وانتشار اسمه وترسيخ مكانته بين الجماهير في مصر وأنحاء الوطن العربي بل وفي العالم، بعد مشاركة الفريق أكثر من مرة في نهائيات كأس العالم للأندية. سايبه حسن حمدي، حسن حمدي بيلعبها حلوة ويديها لشريف مدفوع. على طول مصطفى يونس لحسن حمدي.
كل سنة طيب يا وزير الدفاع. ذكرياتي كثيرة جدا مع الكابتن حسن. كثيرة جدا من وهو بيلعب وبعد ما بطل وبعد ما راح الأهرام، لكن في كل خطواته يا أستاذ إبراهيم تجده إنسان صاحب قرار. قلبه ميت. قلبه ميت. قلبه ميت، ما يخافش من حاجة. قلبه ميت. في الإدارة ما يخافش أبدا. يعني ياخد القرار بس إيه؟ يستعد له ويعمل حساباته ويدرسه ويستعد له ويواجه المسؤوليه. يعني القرار بتاع 17 لاعب كان الكابتن صالح في لندن. وهو لما تشوف بتاع 85 تشوف عشان ياخد القرار، شوف دقته بقى، يوم ياخد قرار من المجلس انه مشرفا على الكوره. عشان خد اختصاصات مدير الكوره. ايوه ما هو مشرفا على الكوره. اصبر بس على باختصاصات مدير كوره. ايوه عشان يقدر يتعامل مع اللائحه. اللائحه لانه هتيجي تقول لك، هيجي يقول لك مدير الكوره هو اللي اتصرف. ايوه الموضوع اكبر من قرار في مدير كوره. فخد اختصاصات مدير الكوره بقرار مجلس اداره عشان يتعامل. شوف الدقه، لا يترك شيء للظروف، مع انه لو عمل ما حدش هيقول له انت بتعمل ايه. مجلس اداره شاف كده وبتليفون مع كابتن صالح. لا، النادي الاهلي مش ماشي كده، النادي الاهلي بيمشي صح. وهو عشان كده الناس دي حطت أسس للعمل، لو مشيت عليها لن تخيب. هو وضع نظام مدير الكوره في النادي، هو اللي حط اللوائح، هو اللي حط النظام، وهو هو باني هذا النظام. هو الراجل ده لما جه يبطل، شوف قرار الشجاع، قلبه ميت 27 28 سنه، لا ما بطلش للاصابه، ما كانش بيصاب اصابات يعني مؤثره انه تبطله، لكن هو شاف انه يا ينجح كلاعب كوره على حساب شغله، يا ان يحسبها في المشوار اللي جاي، يكون صادق مع نفسه. هو النادي الاهلي طالع له عناصر تعوضه ولا لا؟ فاركز في شغلي. عشان كده لما خد القرار عشان يركز في الاهرام، شوف المشوار اللي وصل له كاصغر مدير وكاله وعضو مجلس اداره، واحد من اهم رجال ولحد النهارده في التاريخ المصري. اما تيجي سيره الاهرام وميزانيات الاهرام، يقول لك فين ايام الكابتن حسن حمدي اللي الناس بتقول لك ده في مشوار تاني، هنبتدي نعمل لك المقارنات. ازاي كان بيعمل وهو حتى لما كان في النادي ويصر على انه يسوق الاهلي مع الانديه عشان الانديه تستفيد، مع ان مصلحه النادي الاهلي انه كان يطلع يسوق لوحده. اول ما طلع النادي الاهلي يسوق لوحده الفروق بانت. دلوقتي بيقول لك لا، ويسوق لوحده ليه؟ هو بيلعب في الدوري لوحده، لازم يرجع للانديه. القصه كلها ان الراجل ده كان على فكره يلعب يصاد، وكان ضريب في التيرو بالخرطوش. ما كانش يسيب حاجه للظروف. اما كان يلعب كوره يا استاذ ابراهيم، يقف قدام المرايه، وساعات مره كده وانا ماشي لقيته بيعمل كده، قلت له بتعمل ايه؟ قال لي انا حاسس كده ان انا عندي كيلو زياده. كيلو؟ ويروح يتوزن ويظبط نفسه، يجي عايز يلعب لعبه. هو ما كانش ينط ويعلى، مش مشهور بانه هو عنيف وفي الالتحامات وكده، لكن عنده التوقع. فكان يطلع يعمل انه هيلعب ويروح مفوتها، بس ما ينفذهاش، يعملها عشرات المرات في التدريب الاول، يروح له كوره ويفوتها وبعدين ينزل بيها على الارض ويلعب. هذا الرجل استثنائي، جاء في وقت ليضع الامور والنقاط على الحروف مع شخصيه قويه زي الكابتن صالح سليم، مع تيم، معاه الخطيب ومعاه مجموعه، يعني كل واحد كان بيجهز الثاني يستلم منه ازاي. اجيال. كابتن حسن فضل لسنوات طويله جدا تعلو مكتبه يافطه او عباره عميقه الدلاله، اخلص النيه وبات في البريه. هو ده تمن اخلاص النوايا، وهو ده تمن الاخلاص، وهي دي قيمه الكابتن حسن حمدي في 50 سنه اهلي تدرج فيها في كل مقاعد العمل في النادي الاهلي. لكن علاقته مع الاهلي اصلا بدات ازاي؟ حكاها بنفسه، نسمعه. وداني الكابتن مصطفى حسين، كان مدير الناشئين او قطاع الناشئين والبراعم. نعم. كويس. وفي اول تدريبه ليا قال له لا، ده خلي حسن ده كده يجي وينتظم ومش عارف. كان سني ما كملتش 12 سنه. فابتديت اروح النادي بقى مع ديت في تدريبات النادي. كان عندنا مدرب اجنبي اسمه بورشيتش. ماشي. ده كان مدرب عالمي برضه، كان ماسك الفريق الاول وماسكنا احنا تحت 10 سنين. كان لما يقول لما جيت تباصي الكوره في حركه معينه تعملها،
مش اي كده ان انت بتبصيها برجلك كويس، لا لازم رجلك ليها ميل معين وبطن رجلك معمول بطريقه معينه. خدنا في الفتره دي يمكن فتره الصيف كان شهرين، كان كل يوم الصبحيه مرنا ومرن الدرجه الاولى زي بص كوره. انا بقى انا كنت بحب اعمل كده فاتقنت ازاي ابص صح ازاي العب برجلي صح. تدرجت بقى بعد كده 14 سنه 16 سنه الفريق بتاعنا 20 سنه لغايه ما وصلت الفريق الاول. بس جت فتره عندي اللي هي سنه 67 كان في عندنا التوقف الكوره من 67 اعتقد ل 71 حاجه كده اربع سنين. كنت انا ابتديت اصلا كنت سن 18 سنه بقى، كنا بنعمل دوري داخلي عشان ما فيش كوره وقفوا نشاط الكوره يعني. فدي برضو فاتتني فادتني ان انا لعبت مع ناس اكبر مني بقى يعني كنت زي 17 كان كل الكبار كابتن فناجيلي كابتن عادل هيكل كابتن صالح كل كابتن طه اسماعيل كل كابتن شربيني كان كل ديت كابتن سعيد ابو النور ده اللي فاكره في حاجات كده كابتن مروان كان كل الجيل ديت في الفتره ديت نفعتني انا كلاعب ان انا العب مع هذا الجيل عشان ما كانش فيه كوره فكنا بنبتدي نطلع معاهم نلعب حتى كنا بنسافر بره مصر كتير. كل سنه وانت طيب يا وزير الدفاع عن قيم النادي الاهلي. شفنا ازاي دخل وازاي لعب، تعالوا نشوف ايه اسباب اطلاق هذا اللقب عليه. ليه كابتن حسن اتكلم على القيم والتقاليد وليه وصف بانه وزير الدفاع عن قيم وتقاليد الاهلي؟ هي ايه مفهوم قيم الاهلي اولا؟ كابتن احمد شوبير سال الكابتن حسن نشوف رايه فيها ايه. النادي الاهلي فيه المبادئ دي ان كلنا ماشيين عليها، واخد بالك ازاي؟ ممكن اسالك سؤال دمه تقيل شويه؟ قوي. في ناس كتير يقول لك صدعتونا بالمبادئ، ما فيش حاجه اسمها مبادئ في النادي الاهلي. ما هم ما يعرفوش النادي الاهلي بيقول كده، واخد بالك؟ ما بيعرفوش. لما تمسك كل تصرفات النادي الاهلي وتاريخه ومواقفه وكل الحاجات دي هتعرف ان هو عنده مبادئ. انا اقصد مبادئ يعني ايه سوري يا شباب؟ يعني في لوائح تنظيميه ايوه بتدير الشغل ده. آه. مش انا قاعد زي ما انت بتقولي تاخد قرار كده. ما ينفعش. في لوائح. ما فيش شيء يخضع للاهواء، ما فيش وجهه نظر، في نظام، في لوائح، في تقاليد تترجم الى دستور عمل في النادي الاهلي. وهو ضحك لما قال لك انا بستغرب الناس اللي تقول من هذا الكلام دي ما تعرفش النادي الاهلي. وانا بتفق معايا في هذا الكلام. هي دي منظومه القيم اللي ارساها عظماء الاهلي التاريخيين الواحد تلو الاخر لغايه لما بيسلموا الرايه لمن يخلفهم. هو يعني الناس اللي زعلانه من كلمه القيم هي مش حكر على النادي الاهلي والله. كل مكان لازم يبقى له قيم وتقاليد ونظام. كل واحد يستطيع ان يلتزم بالصح ويبقى له معاييره اللي تتسق مع مبادئ وسلوك انساني منضبط وعداله، خلاص يبقى صاحب قيمه ومبادئ. زي العائلات الكبيره كل عيله وليها نظامها ليها تقاليدها ليها اخلاقها، لازم ده يكون موجود. بالمناسبه كل كيان شعبي لازم تبقى له قيم وتقاليده. هو كلامنا ده بيضايقني، يضايق الناس اللي في ايه؟ يعني طيب. انا لما اقول انا ده نظامي ودي قيم ودي تقاليدي، زعلك انت في ايه؟ كابتن حسن حمدي وهو رئيس للنادي الاهلي سلم رايه النادي الاهلي مرفوعه لاكثر الانديه تتويجا في العالم في البطولات القاريه، كان 19 لقب، لقب رقم قياسي عالمي تصدر به الاهلي وقتها انديه العالم، واستحق مجلس الاداره وقتها في اخر يوم عمل ليه ان يكرم ويسلم الرايه ويتحدث الكابتن محمود الخطيب عن الكابتن حسن حمدي. التحيه اللي حضراتكم عملتوها دلوقتي للكابتن حسن حمدي زميلي واخويا وعشر سنين طويله جدا كلاعب وكمسؤول وكمدير كوره وانا لاعب. الحقيقه شفت فيه صفات في توارث في النادي الاهلي، يعني الاغنيه واحنا بنتكلم على الاغنيه احنا بنتكلم على الاغنيه كلمات بتمثل فعل النادي الاهلي، اجيال بتسلم بعض. فكل الاجيال سلمت بعض. عاملين في النادي ثم موظفين ثم لاعبين واداريين ثم اجهزه فنيه واداريه كل ورؤساء انديه وطبعا اللاعبين طبعا. كل الناس بتسلم بعض وبتسلم بعض بنفس المبدا ونفس الاسلوب. ازاي نحافظ على النادي بتاعنا؟
ازاي نخلي النادي ده احسن نادي في الدنيا. واعتقد بالحب ده وبيجمعنا حاجه احنا قلناها كلنا، بالحب ده فعلا النادي الاهلي يصل انه يكون افضل نادي، وده واقع ومش يعني مش مجرد كلام وشعارات، هو واقع النهارده. النادي الاهلي افضل نادي في العالم، النادي الاهلي النهارده على قمه انديه العالم في البطولات القاريه والدوليه، دوليه طبعا عشان الافرو اسيويه، ولكن كمان لو حسبنا بطولات النادي الاهلي داخل القطر داخل بلدنا على مستوى كل العالم هتلاقوا برضو النادي الاهلي هو اكتر نادي في العالم حقق بطولات داخليه وداخل مصر. النادي الاهلي يا جماعه هو منظومه حب، منظومه التحام، منظومه او مؤسسه، فعلا المؤسسه دي علمتنا كلنا واحنا صغيرين، اتعلمنا حاجات كتير جدا في النادي الاهلي. لما يكون مثلا اتكلم على الكوره بقى، اتكلم كابتن صالح سليم رحمه الله عليه، لما يكون الكابتن صالح سليم واحنا صغيرين وبنشوفه بيتصرف ازاي، يتكلم ازاي، لما نشوف كابتن صالح سليم وبعدين معاه كابتن حسن حمدي، لا مطمئنين النادي يمشي كويس، يعني نفس الاسلوب نفس الـ نفس الـ نفس الطعم. بشكركم جدا. اجيال بتسلم بعض والكل في واحد. كابتن الخطيب يتحدث بالامتنان والتقدير والحب على الكابتن حسن حمدي وبالعرفان والشكر للكابتن صالح، وهكذا يكون تواصل الاجيال بين عظماء الاهلي الكبار. هو استاذ ابراهيم يعني اتكلم في حاجتين قصاد جدا. اجيال بتتسلم تقاليد معينه بتمشي عليها، موضوع بالنسبه لنا شديد البساطه وشديد الوضوح، ومعقد جدا بالنسبه للي مش عايز يعتنق هذا المبدا. النادي الاهلي عظمته في ان تقدر تخلق كوادر تؤمن بتقاليد وقيم النادي الاهلي وتستمر عليه، ويخلي جماهير الاهلي على السوشيال ميديا كلها بتحتفل بالكابتن حسن حمدي بشكل رائع جدا، وباحساس يخلي كل اهلاوي عنده كل التقدير للكابتن حسن. الاستاذ او الكاتب الصحفي الاستاذ عصام السباعي مدير تحرير الاخبار النهارده بيعبر عن ده في زاويته بوكس في جريده الاخبار: سعادتي لا توصف بتكريم الكابتن حسن حمدي في الاحتفال يوم امس بعيد ميلاده، فهو رجل كفء نزيه شريف ومثل اعلى في كل محطات حياته واخرها رئاسه النادي الاهلي. خوف الوحيد ان نجد من يضرب كرسي في الكلوب ويطعن في اللقب الذي منحه له الاتحاد الافريقي كافضل رئيس ناد في القاره السمراء ويدعي انه صاحب اللقب الحقيقي. عصام السباعي مش بعيده، مش بعيده، لكن بعد الفاصل هنشوف اسرار الملك ومن ينسى ليله القرن.